بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وجد درس 19 من دروس شرح متن المختصر الفقهي للعلامة سيدي خليل، سنن الصلاة. نهضر تكلتني عدنا في ذات الموضوع هي سيجلس نكمل إن شاء الله تعالى. إن دوا سننها بعدما بين فرائض الصلاة إمدي بجن فرائض انتظليث إبدا ذي السنن. وسننها صورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية. ذينك زرني نسلم مرة صورة الفاتحة إلى قتيلي في صلاة السلام الناد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحصل نقاش علمي دقيق بين العلماء كيف يفهم هذا الحديث، هل يفهم نفي الكمال أم نفي الصحة في قول الفقهاء لا صلاة صحيحة نفي الصحة، أو لا صلاة كاملة نفي الكمال. ولكن بالنسبة للصورة بعد الفاتحة هذه باتفاق أيضا هي سنة من السنن، ولكن في الركعة الأولى والثانية طهر ثم زورة وكتسنة تدمغر بعد الفاتحة صورت أو ما تيسر من القرآن، وكذلك ذي العصر وكذلك ذي المغرب وكذلك ذي العشاء، وطبعا ذي الصبح أيضا نصلي بالفاتحة والصورة في الركعتين. إذن وصورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية وقيام لها سنة أخرى، الإنسان يقرأ الصورة قائما، قلنا صورة الفاتحة فرض والقيام لها قلنا أيضا صورة تكبيرة الإحرام ركن أو فرض والقيام لها، كل ذلك شرحناه شرح جديد تقول عدد. وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه، ذي الصلوات الجهرية أما الصبح أما المغرب أما العشاء بنادم يجهر إذا صلي ركعتين تمزورة بالنسبة للمغرب العشاء والصلاة الصبح أيضا، ولكن أن يسمع نفسه أتصد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مريض صغير وحدس لماذا الإمام يرفع الصوت باش يسمع الجميع. ومن يليه وين يعني في قربا أكا وفي قربا الجيرانيس الظالي أكا ذي الصف. وسر بمحلهما أيضا الصلوات السرية يعني تصلى سرا، خطر لو كان يعني فاد ما ذي الظل طهور سنجهر إلى قد خمس سجود السهو البعدي، لو كان ذي الظل المغرب العيشة ركعتين تمزورة السر إلى قد خمس سجود السهو القبلي يعني قبل السلام. وأحكام السجود دقيقة سيأتي بيانها في الوقت المناسب، أتصن تفاصيل إقلال ذي سجود السهو سجود تثوث يعني من ميتسو أذي أرقع فظاليثيس أدسن التفاصيل ذي الموضوع وايض. وكل تكبيرة إلا الإحرام تكبيرة الانتقال كلها سنن، نادي مثلا أصرك عاد الله أكبر مارس سجد الله أكبر مدفع سجد الله أكبر في قلقية كل السنن ذا شو ديننا المصنف إناد إلا الإحرام يعني المقصود إلا تكبيرة الإحرام فهي ركن وفهي فريضة، تكبيرة الإحرام ما ننفذو كنت الظالي دين الله أكبر هذا. وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ فقد السنة، أما ما يأذي الإمام ما يظل يون وحدس الفذ معناه يون ما يظل وحدس. وكل تشهد بعد إلى أن يقول وعلى الطمأنينة، طمأنينة السكون مريض يظل بادملق يسكن أذي خذال يفكي الحقيس الركوع أما للسجود أما إلى الطمأنينة. والطمأنينة في الحقيقة هو من مظاهر الخشوع، وربنا في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع روح الصلاة. كذلك بعد الناد وسترة لإمام وفذ يعني إن خشي مرورا ثور ما يليون أذي الظال، أما ذلك خمس سترة لم ترى الجوا ما عنده خدمنا
في الوحيني بصغار سترة نغابيلي هذا ثقي سترة ولكن لإمام وفد إن خشي مرورا ما يقول هذا ما دعدين زاف الغشي وطبعا يظل مدينة وآثم مار على له مندوحة ما يونسان دري عدي خطر ما يعدد يون فظليت وثبطي لنا لقد مسفام مليح ماشي ما يزمكي وانت ظليت اذا غاستين تفضل استعوض الساعة وهذا خطر تظليتك صحة بيقين ولكن ذا الشرع يبغى أذي ربي أم ظلوا يبغى أذي ربي ونري الدين أشو ديننا وأثم يسعد نوف مارون ونري الدين له مندوحة يعني يسعنا في رذوايا نتسد يروح الزدافي كي يزم تظلي تظلي تفضي دارا نمس فهم نتسيل قد يقدر مظلوا أذي ولم شري عدي باش وليت عدي يرى الزدافي مظلوا وليت شوي شرف الناس أكا ومصل تعرض ذا شو المعنى اسمه مصل تعرض أتفضي من دقوخة مثلا هذا واحد يزاد كل وار أكا ما شاد روح الخام ثم سمكاني يعزل لا نتسا أري بروفوكين الغاشي هذا يزاد كل وار تعدين إما ولان بعد استقرر هذا الشيء ظلم ما شيء ذلك هنا اختيار مكاني الهان ونفس الشيء بالنسبة ثم ذاك الجوامع أتفضي من ذلك واحد يزاد زاد تبورث زاد تبورث أنت تكش من المصلين ما ينفعش لا إلاق بنادم هذه اختيار مكان وهكذا إندو مصل تعرض وإنصات مقتدين يعني الإنسان حينما نسمع الإمام يقرأ ننصت وهذه من دواعي الخشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ذا شو يتعاون باش نخشع ميلا أنسل الإمام مردقا طبعا دي الصلوات الجهرية مندوبات الصلاة محور آخر إندو ندبت إفدى المندوبات إن أسرك رفع يديه مع إحرامه يعني من مندوب باش أذيم اللي فس المرر في ذن مع التكبيرة ذي الشرع يجوز تكبر وبعدين ترفع يعني مثلا الله أكبر بعد تسخدم ذاك سند الله أكبر بعد يفس نكر في ذن ولكن إقلهان مندوب في نفس الوقت الله أكبر في نفس الوقت هذا مندوب ما لا يخدم كشوار وطرنا كذا لا حرج ولكن هذا مندوب يعني حكمه الندب من بعد وتطويل قراءة بصبح الإمام نغلفذ إلها هذه الطول تجي مندوب أباش هذه الطول ذي القراءة الصبح مريض تصل الصبح أتسيلي غزيفث لذلك بعض الناس يتساءلون لكن ينزل الصبح كذ الشيخ إغراض ثصور ثم قرآن يلتقي مندوب مما إلا للظروف معينة مثلا للفذ باش هذه روح هذه مسافة هذه سافر في صراجو شغل عادي يكتفي بما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة هذه إغراض ثصور ثم شطوف نغشوها في صورة انتم قرآنين ذايا ولكن مندوب باش بنادم فظلت من الصبح أتفيلو غزيفة يعني هذه غرضيس سواتس القرآن الكريم والظهر تليها يعني متوسط التوسط في الظهر والعشاء ينسد بعده فظلت من طول لقرآن طول سنديت المسد وزال ولقرآن طول ذي القراءة يعني تكون يعني متوسطة وتقصيرها بمغرب وعصر لقد سيدي مزيف أما ذي المغرب أما ذي العصر أما ذي المغرب سيدي مزيف القراءة ولقرآن طول كتوسط بعشاء يعني العشاء ذا أيضا توسط في القراءة كل هذا ذكره المدينة وقول مقتد وفذين ربنا ولك الحمد تجد مندوب وكذلك وتأمين فذين مطلقا آمين معنى استجيب يا رب وقنوت سرا بصبح فقط القنوت في المذهب المالكي كما تعلمون سادتي يلها ذي الظل ثم الصبح أثي ديغر الإمام سرا نغم يولي الظل وحدس أثي ديغر وحدس ما يغلي أكذ الإمام الإمام هي ديغر وحدس المأمون هي ديغر وين يسمى هي ديغر
مناشدة ديال رجل الإمام وخلاص. القنوت إذن هو من مندوبات الصلاة ذي صلاة الصبح سرا بصبح فقط وقبل الركوع، يعني ثولا مشي غادي غير سورة الفاتحة ركعة ثانية للصبح سورة الفاتحة أديرنو سورة ما تيسر من القرآن بعد ذي السسم ذينا يقارد القنوت دي قار يقارد القنوت هذا يعني قبل ذي ركعة من بعد ذي الله كبر ذي ركعة. ولكن بين قوسين ما إلا يعني يتسو الإمام إغراث بعد الرفع من الركوع هذا أيضا جائز، موضع القنوت يصح قبل الركوع كما يصح بعد الركوع، إلى أن قال وتقديم يديه في سجوده ما لنسجدكني ثكول ويزور فاسنيس ويزور ثيك شراريس الركبتين كلاهما صحيح. كل يوم نمشي الظروف الصحية ينس حتى الظروف مختلية ما يضيق الحالنا، لذلك من الندب حكمه الندب بعد ما يزور فاسنيس ما يسجد. وتأخيرهما عند القيام ما ذكر أدي زوال ذي الفل تيك الشراريس يفسس دين قورا في قلقي من دوبات تحسينية. والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.